السلام عليكم ورحمة الله. وش أخباركم يا متابعين؟ يا رب تكونون بخير. كثير من الحريم يشتكون من تعب الأرحام، تليف الأرحام. تليف الأرحام أحيانا يكون مرض روحي محتاج رقية، فأسمع الرقية الشرعية رقية الأرحام، ويستعمل الأشياء هذه، الأورام اللي فيها نجيب مقدار من الأرطة عند العطار موجود، وقشور الرمان المطحون يطبخ بماء، قشور الرمان مع الأرطة يطبخ بماء، وإذا برد صار دافي نصفيه ونحطه في طشت ونجلس فيه أو في بانيو، هذا يعالج تليف الأرحام. فلا تنسوني من دعاكم، جزاكم الله ألف خير، وتابعوني باليوتيوب العلاج بالأعشاب، وشوفوا رقم الواتساب بالبايو اللي يبغى يسأل عن أسئلة بالنسبة للعلاج. جزاكم الله ألف خير.